اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. دراسة علمية بره خالص مجال الفن أو التمثيل، دراستي كانت كمبيوتر ساينس. بدأت التعرف على أستاذ حسام، اشتغلت قبل كده شغل وكنا بنشتغل مع بعض، لا طبعا وكنا بنشتغل مع بعض في نفس العرض، فحب إن هو يكون جروب من ناس اشتغلت قبل كده، ناس ليها خبرة إلى حد ما، يعني هو شافك في عرض فقال اقترح عليك إن أنت تيجي معي بالظبط. فكمان الجروب كان كبير قوي وفي وسط ناس ممكن تمثل أول مرة، فقال لي اعمل شوية بالانس كده في الموضوع عشان اللي عندهم خبرة أو مجربين قبل كده ولسه جداد يحاول يشتغل. طب أنت إيه رأيك بقى لما تعرضت عليكي الفكرة وموضوع المسرحية نفسها أو العرض؟ الحقيقة المشكلة إن هي فكرة بتمس كل الشباب اللي عندهم شويه يعني شويه فن او بيحبوا المجال التمثيل، في شباب كتير قوي فيها عندها طاقه تمثيليه كبيره جدا بس مش حد بيستغلها، ففكره ان انت تعملي عرض توصلي من خلاله رساله بتقول ان لا الفن حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا، ولو جينا بصينا للسنوات الايام الابيض واسود فن تمثيل او تلفزيون او مسرح او سينما الموضوع مهم جدا محترم، غير النظره الناس بتبص لها دلوقتي، يعني الناس بتبص له كحاجه في مستوى اقل او مستوى ما ينفعش يبقى مستوى راقي، بالعكس الفن حاجه محترمه جدا وحاجه كويسه جدا، والرساله اللي بنوصلها من خلال المسرح. الفن ما ينفعش يبقى فيه واسطه، ما ينفعش ان انا منتجه فادخل امثل او مخرج عشان اخلي بنت تمثل، في ناس موهوبه بجد، في ناس عندها فعلا فكره نفسها توصلها، وفي ناس شاطره. طب قولي لي انت بقى من خلال العرض ده اتعرفتي اكيد بناس جديده، مين اللي حسيتي فعلا وانت بتعرفي ان لا ده احنا عندنا اهو في مثلا دلوقتي في الجامعه بقى لسه في سنه شفتي بقى؟ لا حسيت كنت مبسوطه جدا، كانت احسن حاجه حصلت لي في حياتي طبعا، والحمد لله ان انا طلعت برده مع مخرج كويس جدا. وعلى حاجه ان انت ما كسفتيش وتعاملتي عادي وكنتي جريئه، فده في حد ذاته هيضيف لشخصيتك حتى لما تكبري. ايوه كان في شويه خوف بس طبعا كلنا طبعا يعني صلينا وجانا ربنا وقلنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا. اكيد مع الصحبه الحلوه خلاكي تتشجعي. وكان كمان يعني امننا في ربنا كبير ان احنا تعبنا كتير قوي وضيعنا وقت كبير عشان نحاول نعمل العرض ده يطلع حاجه كويسه ويعجب الناس، فالحمد لله ربنا كرم. ربنا يوفقكم، وانا طبعا سعداء بيكم جدا واتمنى لكم يا رب التوفيق. احنا كده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده مع فريق كاريزما ومع نقدر نقول وجوه وفنانين صاعدين واعدين، نتمنى